شنو قامي هيك لبس عم ترجع قلت طبيب فينو ساره سلمى عارفين والو هاد الساعه راه مع الطبيب ومع ساره وقتاش وقع هادشي البارح في الليل تعصب بزاف بدا كيغوت تطيح واحد الطيحه غير الله يستر وصافي واش ما تخبرونيش جايبينو لهاد السبيطار انا غادي نتكلف غادي ندي لاحسن كلينيك ستار الله يرحم والديك ما ديرهاش مني قلت صواب ولا اني الخير اللي غدير فينا خلينا عافاك عطينا الثقار راه من النهار دخلتي في حياه سي صالح وحنايا المشاكل كيفاش كيف كتسمح هذاك المحل اللي مشيتي شريتي وكتبتي ليه بسميتي راه نوض ليا الصداع واش انا عمري ما كذبت على راجل 30 عام عمري ما كذبت عليه توليت كنكذب عليه واه دائما المشاكل مره مع ولادو مره معايا ولا اله الا الله ما علاش كتهضري مع امي هكا خليها خليها تقول اللي بغات تقول انا مراعي النفسيه ديالها ما قادرش على المشاكل وتا دابايا ما خصوش يفيق ويلقاك السي الطاهر انا مزوقه فيك هي شنو هي كيف ما فهمتيها مي ما كاين ما مي عمي زدتي فيه والله الا زدتي فيه واش هذه طريقه تهضري بها مع عمي وباك مريض باك مريض عمي عمي غير بلاتي حفاك عمي عمي بلات عمي عمي ما سديش على الوالده فاكره شويه مشيت له صحافينا عمي غير ماما معصبه شويه وخلوها على بابا هادشي اللي كاين واخا تغوت عليه وجري عليه الدري دارت خويا هذاك وما غاديش نفوتو بغات ولا كرهت انا ماشي حيت غبرت 31 عام رانا خايب الظروف وباكم كان واقف على المسمار ماشي مشكل ما كنت دابا راني بجنب لا اللي كاين الله يكثر خيرك الله يخلف عليك عمي عارفين قلبك كبير وباغينا غير الخير المهم دابا نتوما رجعوا رجعوا حدا باكم واي حاجه احتاجتوها هنا ترى برجليكم تتهش فوق راسنا عمرنا ما نساو لك خيرك مرد عليك اولدي المهم عبد الكريم التليفون بيناتنا اي حاجه وقعت خبرني واش هذا امك خصها العقل ولا مالها ولا عداها صالح ايوا انت كتشوف غيبقاو يديروا السيد بحال هكا حتى يمشي وما يرجعش كسا معنا اللي يسول فينا ولا يحن فينا باك راسو وقع صح امك قالت لي ما عرفت والو ما تكونش هكاك كريم كون شتي حالتو البارح ما يعجبكش الحال السيد بقى كيغوت تطيح طيحه وحده انا خايفه غير تكون وقعت له شي حاجه خايبه راه مزيان ملي طاهر معنا دابا يحرك الفلوس ولا احتاجينا شي حاجه يعطيها لنا المره كيبغي الفلوس ما يدير شي تسامح الخير الله يهدي ما خلق واش بصح